اول شنطه الشنطه الشخصيه اللي فيها اي حاجه بستخدمها بقى شامبو كونديشنر جل اي حاجه من الحاجات اللي بستخدمها بشكل يومي. الاول عشان اعرف ايه هي الحاجات عندي حاجتين. اول حاجه يعني اراقبني كده يوم يوم براقبني بس صحيت من النوم معجون سنان وفرشة سنان صح. بستخدم غسول ولا صابونة انا بستخدم مش عارف شامبو كذا ولا كذا بفضل اراقبني عرفت خلاص اخد بقى الحاجات دي وابتدي اشوف العبوات اللي هحط فيها ايوه ارجوكي دي الشنطة الشخصية بتاعتي دي بتكفيني بكل يا ده انا باخد 9 من دول ما انا بقول لك عبوة العائلية بتاعت الشامبو دي مش هتنفع اوكي بحط فيها حاجات تكفيني شهر شهر في دي؟ يس. طب ممكن نشوف من جوه شوفي التفاصيل وبعدين دي تقدري تشيليها يعني عايزه اقول مش هتخلصيها برضو ممكن تشيليها بعد ما ترجعي وفي سفريه تانية تستعمليها ولا لا بتزودي بس اميز حاجه مبدئيا ان انا بفتحها اعلقها انا في فندق انا في الحمام مثلا اي حته هي متعلقه وفيها كل الحاجه طب قولي لنا فيها ايه بقى بسرعه قولي لنا عشان انا بالنسبه لي جواها شامبو اوريكوا عبوه دي بس دي عبوه مثلا زي اللي بيبقوا في الفنادق ايوه بس احنا بناخد حاجتنا احنا ايوه تمام انا باخد منهم العبوات هي مبدئيا ممكن اشتري عبوات فاضيه ممكن اشتري او لو كنت في فندق وفي عبوات فضيت ارميها ليه استخدمها تاني قعدت التدوير مهمه جدا عشان البلاستيك مضر للبيئه بس ما ينفعش نستغنى عنه فنستخدمها اكتر من مره وهم تخصص عبوات صغننه ولطيفه وموجود اصغر من كده كمان حسب انا بستخدم حاجه قليله بس يعني انا اكتشفت ان انا في الشامبو مثلا بستخدمه مره في الاسبوع مسافره شهر هستخدمه 4 مرات بس ليه باخد العبوه الكبيره قوي دي هو الصحي ان انا استخدمه مره واحده بس في الاسبوع فليه باخد الكبيره ده انا دي بتكفيني شويه حلوين اوكي كده حاجه الحمام الشامبو طيب الفرشه مثلا فرشه السنان عندي فرشه دي اللي بتتطبق دي بجيبها منين؟ موجودة في كل سنة كل حتة ممكن تلفي شنطة للكاميرا عشان يشوفوها ممكن تفتحيه بقى فرشة السنان فرجينا صغننة جدا ونظيفة أنا كنت بجيب الأول الكبيرة وأحط لها لأنها بتتغطى صح لكن دي بالنسبة لي بقت أحسن بكتير دي منين قلتي؟ من كل الصيدليات حلو قوي أوكي وساعات بيدوها لك باقي وبعدين أنت لا وفي الطيران في الطيران بيدوها لك دي في الطيران معجون سنان مثلا البرفيوم انا ليه امشي بازازه ازاز دي تعتبر صغيره انا عندي حاجات بلا 200 مللي دي أيوه. ده حاجه اسمها البرفيوم اوكي مقاسه قد ايه وسوبر ايزي بقى ان انت تنبيه وانا كل اللي بعمله بفك القطعه اللي من فوق دي ايوه اللي بندوس عليها عشان تبخ دي وفي هنا تمام بعمل كده بالظبط 1 2 3 يبان لي من هنا مليتي قد ايه؟ اتملت قد ايه؟ دي هايله دي لا دي بقى اللي ما اعرفهاش انا ما بعرفش افك واعمل الحكايه بس دي سهله بتشيلي الراس بس ايوه في حاجات بقى بس التانيه لازم يكون فيها برده خرم دي برده بلاقيها في محلات ايه اللي هي العبوه بتاعت الفرفانات دي؟ دي موجوده في الاماكن محلات فيها الميك اب والحاجات دي؟ اوكي ممكن اوريه لحضراتكم اهي في الكاميرا اهي دي كمان مش بس السفر دي انا هحطها في شنطتي على طول صح بدل الازازه الكبيره دي وبتبقى ازاز الشنطه اترزعت اتخبطت يبقى الازازه اتدشت فدي حلو طب معانا ايه تاني يا سما؟ عارفه علب اللبان والحاجات الصغننه دي؟ طبعا انا بملاها بقى اي نوع باودر انا مش عايزه اخد عبوه كبيره بملى في حاجه صغننه زي دي كده كل ده بنرميه صح احنا بنرميه ما برميش حاجه برافو عليكي برافو عليكي اقتصاديه جدا دي مثلا عندك الحاجات بتاعت الاطفال اي اللعبه او بتاعت اللي عارفه دي بتاعت صبغه الشعر بيحطوا فيها جواها الجوانتي لا ما اعرفش انها بتيجي معايا طب والله بتيجي معايا دي بحط فيها كريم وشامبو اي حاجه انا بوريكي اكتر من شكل لانها محكمه لانها بتقفل اهي لا يمكن يتسرب اي حاجه هايله دي ودي تعتبر بقى كميه كبيره اوكي يعني انا هروح اشيل الحاجات اللي انا حطها في شنطتي واعمل الحاجات دي اصل احنا العبوات بتاعتنا عاده بتبقى كبيره قوي كده ايوه انا ليه اسافر بالذات كريمات اللوشن بتاع الجسم والايدين وكده بتبقى حاجات كده مش بعرف اقفلها تاني دي اوفر لما بتشتري العبوات الاكبر صح. بتبقى اوفر فانا دايما بجيب الكبير وعامل الصغير حلو دي حاجه الحمام ايه تاني في شنطتي عشان نستفيد من الوقت اوكي عندي كمان دبابيس وابره وفتله والتفاصيل الصغننه دي مهم عشان زمان كنت بمشي ببكر مناديق اللي هو مبدئيا دي بتتباع صح دي الابره
ملضوم فيها الخيط. اه أيوه. كلنا فيها زراير وفيها ابره تانية وفيها دبابيس احتياطي. اه طبعا. دي لازم تبقى معايا. سمارت جدا. مقاسها صغير قوي تتحط في اي حته. اتفضلي اهو انا هاخد لكم الحاجه وانا هستعرضها لكم. اوكي. دي بتتباع على فكره في اي حته يعني. لا ومن غير بيع برضو في الاوتيلات بتلاقيها في لا انا قصدي عشان لو حد مسافر. طيب لو مش عارفين نجيبها مفيش بدايل؟ لا في بدايل. دي علبه سنون عاديه خالص زي سنون الاقلام ال 0.5 والحاجات دي. انا بلف الخيط من بره وبحط جوه الدبابيس او الابر. والله برافو عشان انا معرفتش اشتري دي. بصوا الجمال علبه السنون اللي كلنا عندنا دي حطت الدبابيس والابر جوه. يعني علبه السنون انا مش فاهمه. سنون الاقلام اللي احنا المستعصي اللي بنكتب بيها بتتباع كانت سنون حاجه اسمها 0.5 قلم بنكتب بيه يعني في المدارس وفي الحاجات دي. انا الظاهر سبت المدرسه من زمان قوي 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 لدرجه اني مش فاكراها خالص. دي عظيمه دي. اوكي ايه تاني؟ بالذات المحجبات. دبابيس دي علبه سنون برضو بس اكتشفت ان البنات بتحطهم في هدومهم وبتشبكهم في حاجات او طرحه الصلاه بنحب ساعات بنعمل فيها الحركه دي. بتكفي تقريبا 50 دبوس ما شاء الله. اوكي كده دي خلاص الادوات كده دي الحاجات الشخصيه خلصنا. لو احنا مش هنروح في فنادق محتاجين يبقى معانا الادوات بتاعه المطبخ وادوات الحمام اللي هي المنظفات. طبعا. فممكن زي ايه مثلا؟ دي شنطه المنظفات بتاعتي هايله والنبي شنطه صغننه وفيها كل حاجه حتى معطر الارضيات. يا سلام يلا نشوف مع بعض ارجوك. زي مثلا بصي كاتبه عليه كمان معطر ارضيات. لا ده انا طورت الموضوع احسن من كده كمان. ده زمان كنت بكتب بلزق ستيكر واكتب بقلم ما بيتمسحش. تمام. وبعدين ودي علبه شامبو بتاعت اطفال على فكره وانا مليتها كده. بعدين بقيت انا على الكمبيوتر بعمل لروحي تصميم بالحاجه بتاعتي انا. ففوز تديها شياكه يعني. بالظبط. ده في ناس اصلا بتقولي ده منتج ايه ده؟ لا انا ما ببيعش والله دي حاجتي انا. الستيكرز عاملاها مخصوص. الحاجه لو شكلها مش حلو ما بتبقيش مبسوطه وانت بتستخدميها. ليكي حق. فده مثلا يعني بصي كده ده بتاع نيل بولش. ده بتاع الجل اهو. بصي وانا كاتبه حتى اسمي حاجه ما تضيعش ما تتوهش في وسط الحاجه. طب ورينا بقيه المنظفات بقى. ده مثلا عبوه تعتبر صغيره بس مش ناجحه قوي. ليه؟ مدوره. في شكل الشنطه بتاعتي مش انجح حاجه لكن المبططين يبقى سهل انجح بكتير. صح. يعني دي في شامبو بتتباع كده اخد العلبه بتاعتها الله بدل ما ترميها استخدمي اهو حاطه فيها ايه دي بتاعه الشامبو دي؟ دي تنظيف منظف ارضيات اللي جنبها. ودي كانت مسحوق غسيل للغساله. وده بتاع مواعين. يا سلام. وده بتاع الايدين. فانا بدخل اي شاليه اجرته او اي مكان اوزع كل حاجه في حتتها وخلاص انا كده برافو عليك انتخ. برجع المهم بنفس الطريقه ما بياخدوش مني وقت خالص وصغننين مش واخدين وزن كمان ومفيش حاجه ناسيها. انا ياما اشتريت عبوات ضخمه جدا وانا في المصيف لا بلاقي النوع اللي انا عاوزاه بالذات لو بستخدم حاجه معينه ولا هخلصهم في الاسبوع ده وما تقدري وتخافي تحطيهم في الشنطه ولا حاجه تبقى ماساه. برضو دي سمارت قوي للحاجات اللي بتترش المعطره لانها لما بتفضى بتتني. صح صح. ممكن خليكي مثبتاه قدام الكاميرا. انا بس هبعد دي شويه. لا في ايدك زي ما انتي. هبعد بس دي شويه. بصوا الجمال اهو في ايدها. ده معطر وهو بيتباع بالعبوه بالكيس ده كده؟ لا هي العبوه دي بتتباع زمزميه اطفال حتى فيها مكان تتشبك. طب هاتي انا هوريها لهم. بصوا دي زمزميه الاطفال. لا مش ممكن فظيعه. حطينا فيها المعطر. انا فكيت منها بس من فوق. حطينا فيها المعطر وحطينا الراس بتاعه الملمع الازاز وكلهم نفس المقاس كله نفس. ده ايه الجمال ده؟ بصوا بقى حضراتكم بتقول لكم بعد ما بتخلص بتتني كده فخلاص ولا خدت حيز ولا اي حاجه. شكرا كده تحفه تحفه. ايه اللي ناقصني تاني؟ دي فوق ده احتياطي انا هسويكه شويه في النضافه. فدي احتياطي ودي لما بتبقى دي. ما فيهاش يعني ما بتبقاش واخده مكان. اوكي احنا معانا كده حاجه المطبخ والتنظيف خلصت. ايوه تمام ماشي. فاضل ايه معانا؟ نسيت بس في الحاجات الشخصيه ده. ده ايه ده؟ ده بقى سفريه اطول كتير. ده اختراع. ده فيه اربع قطع. قول لنا بسرعه. حالا حالا حالا. ده فيه ايه ده؟ ده حاجه محكمه الغلق جدا. عبوه بتتباع فاضيه بتشتريها كده فاضيه. وتمسكي ده بقى تمليه اللي انت عاوزاه. هايل. كل العبوات اللي جواها بام. ايوه بتتباس كده فيها. ايوه بالظبط. وبعدين بعد ما بتدخليها بتلزقي هنا الاسم بتاعها. تفتكري تقولي هي وبيبان لك هي فاضيه ولا مش فاضيه. هايله يا سما هايله. يبقى احنا خدنا حاجاتنا الشخصيه وحاجات البيت وفاضي في مكان بقى احط هدومي
وصند لي ال 500 صندل بتوعي وعشان اعمل شوبينج هناك براحتي عشان أيوة. وزن الطياره يعني بتبقى فظيعه ده لو بره، بس حتى جوه انت مش عايزه تشيلي كتير. وفي اماكن جوه مصر بنبقى محتاجين فيها طيران يعني صح. لو مسافه بعيده بحر الاحمر يجي يقول لنا يعني احنا وقتنا خلص. اخر حاجه قول لنا اخر حاجه وقتنا خلص للاسف. قول لنا دي اخر حاجه عشان فاضل ثواني بالظبط. اوكي دي شنطه المطبخ او الحاجات اللي باخدها في على البلاج. أيوة. لازم تبقى لو انا هشتري اي عبوه او هاخد معايا اي حاجه ده رز ده رز ده يعني عشان اقدر يبقى محكم الغلق وسهل وبسيط. كمان في ده برده حاجه بقفل بيها الاكياس طبعا، بس ليها معلقه عشان ما توسخش حاجات ثانيه وتبقى اسهل. ايوه كل العبوات بتاعتي سيليكون عشان طول ما هي مليانه تاخد مكان، لكن طول ما هي فاضيه ما تاخدش مني مكان. كمان على البلاج الحاجات بتطير ايوه، فالسيليكون بيبقى اتقل شويه. اخر حاجه بسرعه جدا التوابل طبعا. انا كنت زمان تصوري تمثيل حلوه قوي اكنها زي البرطمانات. حطي التوابل اللي انت عاوزاها وتقدري تكتبي والاسم بيفضل ثابت. انت عظيمه احنا فاتنا بس حاجات تانية بس تمام. لا بس هو كده احنا خدنا الاساسيات يعني بتاعت الحاجات اللي في الشنطه. الفكره ان انا اقرر الاول انا ايه الحاجات اللي هستخدمها، امشي اراقب نفسي اكتب الحاجات دي وبعدين اختار العبوات. يعني في ناس بتستخدم بلسم بكميات كبيره جدا، في ناس بشرتها جافه تستخدم كريم بكميات كبيره جدا، يبقى العبوه مثلا الكبيره دي اللي فيها الكريم صح. العبوه الاقل هي اللي فيها الحاجه اللي مش بحبها قوي او مش بستخدمها قوي وهكذا. جميل.